ما شاهدناه قبلها قليل في هذا الشريط هو اختزال لحوالي نصف قرن من الزمان لتاريخ برنامج هام من برامج مهرجان كان السينمائي الدولي. هو برنامج موازن للمهرجان ليس منافسا له، رغم أنه ولد بعد صدام مع المهرجان الرسمي في عام 1969. انطلق برنامج أسبوع المخرجين في كان عام 69 أثر انتفاضة الشبيبة والطلبة في باريس، واحتجت مجموعة من المخرجين الفرنسيين على المهرجان الرسمي. كانت فكرتهم الأساسية من انطلاق البرنامج هو إفساح المجال أمام مجموعة من الأصوات السينمائية الجديدة التي لم تكن تدخل في العادة ضمن اهتمامات واختيارات المهرجان، والذي كان آنذاك شبيها بالمعرض العالمي الذي ترسل إليه الدول أفلامها المرشحة. المخرجون المنتفضون أعلنوا أنهم سيدعون الأفلام ومخرجيها ولن تكون هناك جوائز. أعلنوا أنهم سيختارون الأفلام ويحتفون بها وبصانعيها، واستمر البرنامج حتى اليوم دون جوائز. وقد تم اختيار أكثر من 60 فيلما للدورة الأولى، واستمرت العروض لأسبوعين، ومن ذلك استقى اسمه أي أسبوعاء المخرجين. وقد حظيت الفكرة في الحال باهتمام وتثمين ودعم الكثيرين ومن أوساط المهرجان أيضا، لأنه كان يوسع فضاءه. هذا البرنامج الذي ولد كند في البداية تحول إلى رافد أساسي من روافد مهرجان كان السينمائي الدولي، والأسماء التي شاهدناها وهي تمر على الشاشة هي أسماء كانت شابة لكنها أصبحت أعمدة أساسية من السينما العالمية. عندما نشاهد الشريط القصير الذي يختزل في دقيقة واحدة تاريخ هذا البرنامج ونقرأ أسماء مخرجين كبار مثل فيرنر هيتزوك ومارتن سكورسيزي وشانتل أكرمان وغيرهم من الكبار، نشعر بأننا أمام تاريخ جوهري، ولدينا الرغبة بتواضع مواصلة شحنه وضخ طاقات وأسماء جديدة أخرى إلى هذه القائمة الرائعة. لا سقف للموضوعات التي تتناولها الأفلام المختارة في برنامج نصف شهر المخرجين، هناك اتساع على مقدار اتساع عالم السينما وفضاء السينما. في هذا البرنامج الفيلم له كما قلت له وقع خاص، لأنه يشبه اللوحة التي يمكن أن تضعها على هذا الجدار تراها بشكل، وتضعها على الجدار الآخر فتراها بشكل مختلف. لهذا هناك كثير من المخرجين والمخرجين العالميين، فرانسيس فورد كوبولا قبل بضعة سنوات قرر أن يأتي بفيلمه الأخير تترو إلى هذا البرنامج وليس إلى البرنامج الرسمي. ذات الفيلم سيكون مختلفا إذا ما شوهد في ظروف متباينة، وبإمكانه امتلاك تأثير ومذاق متباينين، لذا فإن اختيارنا لفيلم ما يتم على أساس كون ذلك العمل جزءا من حديث عام ومتكامل، وهذه هي الفكرة التي نحاول دائما إيصالها إلى محاورينا. السينما العربية كانت دائمة الحضور في هذا البرنامج. في العام الماضي كان هناك فيلمان عربيان، الفيلم المخرج اللبناني إلي داغر البحر أمامكم، وفيلم المخرج العراقي الإيطالي حيدر رشيد أوروبا. في هذه السنة هناك ثلاثة أفلام عربية تعرض داخل هذا البرنامج: فيلم تحت الشجر لريج سحيري الذي سبق وأن تحدثنا عنه في
في حلقة أخرى. هناك فيلم اللبناني علي شري السد، وفيلم المخرج التونسي يوسف شبي أشكال. من الدرجة الرابعة استعمل ليسانس وما لقيت حتى أثر جوال، غريبة شوية.